الحق سبحانه وتعالى يريد أن يديم صلة الإنسان بربه الواهب الخالق. الله. نحن نضرب مثلا، هب أنني أردت أن أقابل عظيما من عظماء الدنيا، الله، هل أذهب إليه لقوا أحد حجاب يحجبني؟ ولكن أطلب منه أولا أن ألقاه، هذه واحدة. نعم. وهو حر في أن يستجيب أو لا يستجيب. نعم. فإذا استجاب إلى لقاء يحدد الزمان ويحدد المكان ويسألك في ماذا تريد أن تتكلم. نعم. ثم هو الذي ينهي المقابلة، يقف كده فينهي المقابلة. الله. ولكن ربك مش أنت اللي بتقول له أنا عايز أقابلك، هو اللي يدعوك إلى أن تلقاه. فإن لم تجب نداءه إلى أن تلقاه فتبقى آسم، هو اللي عايزني. أيوه هو اللي عايزني. وفي اليوم 5 مرات حتى يزيح على الناس غبار الغفلة أن طرأت غفلة في اليوم. 5 مرات الله أكبر، يعني تعالى يا عبدي. فإذا خرجت من الصلاة وذهبت إلى حركة حياتي قول لي كمان شو الله أكبر، يعني تعالى يا عبدي. هبسي صنعة من الصناعات تتردد على صانعها كل يوم 5 مرات. الله. مهندس بتاعها كده يجي لها يشوفها 5 مرات. هل يوجد فيها عطب؟ لا يوجد فيها عطب. فالذي خلقك يستدعيك إلى لقائه. الله. ليخفف عنك ما ألم بك من متاعب قبل الوقت، ويعطي لك طاقة من الإيمان أن لك رب. الله. هذا الرب هو الذي دعاك ليحتفي بك، فإذا ما ناداك فلا تنكس عن النداء واذهب إليه، لأنه سيمدك بطاقة. ولله المثل الأعلى، لما ناخد البطارية لما تفرى شوية كده ونوديها ليشحنها ليه، أنا بوديها لأبطلع عندي، لا ده أنا بوديها عشان تاخد قوة أستفيد أنا منها بعد ذلك. ولذلك لا تستكثر زمنا يناديك فيه ربك للصلاة، ولكن احصر الخير الذي يعود عليك من هذا اللقاء، مسحا لأحزانك الماضية وطاقة قوية لجهدك المستقبل. العاقل